قاعدين نشوفوا الناس الكل صغيراتنا اللي في عمر المراهقة يقضيوا بالساعات في الشارع. أي نعم. يا بابا يعني مجتمعنا تبدل برشا من قبل التو. لشكون أنت كمواطن تونسي لشكون تحمل مسؤولية الصغيرات هذوكم واللي يعملوا فيه نتيجة مكوثهم في الشارع؟ هل للأسرة؟ نبداو بالأسرة لأن دورها يعني محوري. أي. ثم المؤسسة التربوية. هي فما مشكلة اللي البو والأم يخدموا، تلقاهم يخدموا. فين باش يقطع روحه؟ لي هكا ولا هكا؟ ما نجموش، فهمتي؟ باش يتلهوا بهم كومبليتمون. مي الحاكم زاد يلزموا يكثروا مثلا الحاكم في كل حاجة. تو انت تشوف النشل هذا نتاع السكان ولي براكاج، فهمتي؟ فاختو ما تنجمش تخرج. أنا بيرسونيلمون كنت نخرج نصلي الظهر والعصر ونخرج انا والحاجه في شارع بورقيبه، تلقانا اونور دي ماتان دوزور دي ماتان نفطر وناكل ونروحوا في امان. توا بالصراحه ما تنجمش تخرج. انا نصلي بالسيف المغرب والعشاء بالسيف، وتو وليت نصلي السينا هاد المده الفارطه عندي برشا نصلي كان في الدار ما نخرجش. انا راجل كبير ونخاف على روحي، فهمت؟ وهما لا يقدروا لا كبير ولا صغير. عجبك انت يا الولد اللي مات هذايا نتاع باب الخضره ولا شنو في المترو؟ بشيء ما يعجبش. وان شاء الله الحكومه، ان شاء الله عندي ثقه في الوزير الاول الجديد هذا شو اسمه الفخفاخ، هو خدم كان في ممكن في البنوك، هو المال يعني الحلول نتاع الصغيرات هذوما اللي في الشارع حلول سياسيه عند رجال السياسه. اي الحلول هذا يلزم نتاع التربويه وكل يتلهوا بهم، وزاد الوالدين زاد عندهم دور زاد كبير، ويلزم يفركس ولادهم في الليل لقاوش عندهم حراب ما لقاوش عندهم حاجه، يلزم العينين المحلوله وان شاء الله. هو شكرا لتلقهم للموضوع هذا، هو موضوع حساس وموضوع صعب بالنسبه لكيف الشعب التونسي وحتى خارج ارض الوطن، معناتها في عديد البلدان. ثم القيم هي معناتها مشكله، ولات مشكله قيم، وما هي القيم التي سنستعملها في تربيه الناشئه وكل. انا نجم نحكي لك من المنطلق نتاعي وتجربتي. يعني ابو وجد، يعني كابو وجد، يعني راه ثم تحول كبير في نوعيه العلاقه الساعه ما بين العائله، البو والام والابناء، وطريقه التعامل نتاعهم بعلاقه زاده بالمحيط بالشارع وخاصه بالمحيط التربوي والمكتب. يعني هو ثم جمله من القيم اندثرت ولا في اندثار كبير. هو كانت العائله ملمومه، ثم الاب والام، وكان المحيط زاد الجار والعائلة، وثم جملة من القيم هذه من الناس كانت محافظة عليها. اليوم صحيح البو يخدم والأم تخدم، والبعد والانتشار الجغرافي تقلبو يخدم في جهة والأم تخدم في جهة والولاد يقرأوا في جهة. من الأول الحمل يبدأ بشوية بشوية يملوا لي حقيقة تستحملوا، بعد شوية اليوم ثم قال لي سي عليه يخليه البو والأم ويخليه ما بين ظفرين للشارع والمؤسسه التربويه. المؤسسه التربويه زاد كما تعرف تم مشكله كبيره في المؤسسه التربويه. كان قبل معناتها تلقى واحد في الباك وتعرف الناس، قبل الناس تبدا كبار ويا سيرفيون ولا سيرفيون دو بتي تاي، تجي الاولاد كبار والناس كبار وتوقفهم يخافوا منه ولا يحترموهم حتى ما نقولوش كلمه الخوف. هذه ساعه المؤسسه التربويه اللي اكوتي دو لا بلاك من ناحيه ثم برشا عوام. اثنين البو والام سيبري قاعدين يتخلوا شيئا فشيئا على الدوره نتاعهم. اثنين زاد البو والام هما بيدهم في وجدينهم. قبل البو من المراه في الدار والبو يخدم يروح لداره، تو زاد البو يروح تعب يحب يخرج يتفرهد والام تحب تخرج تتفرهد، ولا اللي عنده صغير يهزوا ياما معناتها للجد بو المراه ولا البو الام معناتها لي جرون بارون. ولي جرون بارون زاد الحق نحكي لك زاد حنان اكثر من اللي اصعاب، يعني القيم كلها تبدل. به الاولياء مستحيل او ولي يتخلى على ابنائه الساعه، هذه مستحيله نحيوها. بقى ظروف الاجتماعيه وظروف العمل اللي خليت المراه تخرج العمل، في مش مساله اختياريه، هي مجبوره باش تخرج العمل باش تنجم تكون هي وراجلها الاسره هذيك وتوفر لهم بعض الحاجيات اللي لازمتهم. هذا نقطة. اثنين الفراغ هذايا
ما عبتوش مؤسسات متاع الدولة انها تحيط بالصغير. كي نقولوا وزارة التربية، واحنا وزارة التربية والتعليم اسمها على جسمها، نحن نحينا اول شيء كل المؤسسة العمومية ضربناها، من بينها مؤسسات التعليم، ومعاش قادر لا تنجم تعلم بالطريقة هذيك بالقدرات هذه، ولا تنجم تربي. خطوة نعلمه ونشده في مركز ثقافي داخل المؤسسة، يبدأ من الصباح للون يروحوا الأولياء، هو يقرأ يا مركز ترفيهي مركز ثقافي، يتفرهد يلعب يقرأ يراجع. هذا الكل تقوم به شكون الفراغ ذا؟ إذا ما تقوم به الدولة في إطار أنها تحافظ على المجتمع، وفي نفس الوقت ضربان الجريمة المنظمة شكون شكون به؟ هي الدولة. لأن هناك فشل كبير في المنظومة التربوية، المجتمع عندنا مش ممكن يستمر بدون إصلاح تربوي معناه حقيقي يهيئ المواطنين على مقولة الحرية اللي ما تعنيش منها الفوضى. يعني نحن انتقلنا منذ 2011 ولا مطلب المدينة تاعنا، مطلب الشعب، مطلب المواطن الفرد والعائلة وغيرها هي الحرية، ما عادش مطلب أولوية الأمن على الحرية. يلزم هما برامج تربوية جديدة عملوها ناس مختصين، يعني وإصلاحات يعني تهم معناها تأطير الطفل، تهم حتى تطوير يعني رياض الأطفال، حتى في البرامج تهم يعني معناها المرافق التربوي. والله هذا موضوع معناها يطول شرحه بصراحة، وعدة أسباب معناها ممكن تكون معناها هي اللي مخليها شباب خاصة الصغيرات اللي من أول معناها النشأة متاعهم يتعلموا برشا حاجات مش باهية، يتعلم لك الدخان، يتعلم لك الحرابش، يتعلم لك الواحد. وهذا بصراحة هنا معناها غياب الوالدين ساعة أول حاجة، وأنا نتصور أن غياب الأم الدار أهم حاجة، لأن هي ركيزة متاع البيت هي الأم. إذا كانت تكون الأم معناها موجودة نتصور برشا حاجات نتفادوها وبرشا مشاكل معناها نبعد عليها. وانا نحكي لك من منطلق صحيح، لان احنا تو مثلا في العمر نتاعي انا مثلا اخترت ان زوجتي ما تكونش تخدم، علاش؟ للموضوع هذا، والحمد لله وكانت معناها النتيجه ايجابيه جدا جدا. زاد غياب دور الروضات مثلا، الروضات نتاع الصغار زاد عندهم دور كبير ياسر، ماهوش المهم ان معناها ندفع فلوس ولا معناها جمع المال، جمع المال ما عملنا به حتى شيء، والنتيجه ديما سلبيه في اي حاجه، لأن تاخذ تو فلوس وغدا يطلعوا معناها عندك صغيرات لا قدر الله مش متربيين ولا معناها يعملوا في حاجات مش باهيه، لهنا النتيجه الفلوس ما عاد نعملوا بهم حتى شيء. وهذه هي شكون اش قاعدين نشوفوا كل يوم. والله ما نحبوش نقراوا، احنا القرايه ما عادش نحبوها جمله، ما عرفش انا المدير اللي فات ضربني بكف ما عادش حاب نقرا، وهو ذي ضربوا بوني قاعد يقولوا بالرسمي هكا هو ضربني وقت بكف مسيو كمال في الليسي بتاعي، وقت ترشق طيح لي سنتي، انا مريف عندي سنه دردع طيح لي، وما عادش حاب ندخل نقرا من وقت ما عادش حاب ندخل نقرا. الناس الوضع اللي صار له هو زاد. اما الحل انك ما تدخلش تقرا، هذاك هو الحل، معناها فما حتى حل اخر، معناها فماش حتى حل اخر. معناها انا واحد عطيني كفي طيح لي سنتي، معناها ما عادش جبناك لا لحم لا سردينه لا زيت زيتونه لا شيء، معناها شفناهم معناها نقعد في الشارع نولي. وديهم هما اللي يتحملوا مسؤوليتهم، وديهم والله شيء فوت لازم في المتروات في كل بلاصه حاله ممكن شيء كبير. يعني دور الاسره هو اهم، دور الاسره هو اهم كل شيء، دور الاسره وديهم. نتائج تواجد الصغيرات هذوما بالسوايع في الشارع ينجم برشا حاجات نجم برشا حاجات يتعلموا برشا حاجات. شو صعب بركومونسي؟ راهو الشيء هذا موجود من قبل، راهو ظاهرة موجودة من قبل ماشي جديدة، فهمتني؟ جديد كانوا توا الإعلام ولا يعري كل شيء، والمعلومة ولا توصل معناها في وقتها، فهمت؟ وفيها شوية زيادة، فيها شوية واحد معناها ما نقولش كسيت زيل، ما نقول فما حاجات لانتوكس والفيك نيوز والواحد كله دخل بعض. سوسيدي المشكلة أكبر من هذه،
المشكلة التغيرات اللي قاعدة تصير في المجتمع. فهمت؟ الناس معاش عند الوالدين معاش عندهم سلطة على أولادهم، المحيط نفسه ومعاش يسمح باش الناس تتربى على حاجات معينة. فهمتني؟ ما عادش فما معناها ضوابط قاعد يعيشها الإنسان، وبالتالي المسؤولية راهي جماعية. ما تنجمش تقول المجتمع، تقول العائلة تحمل مسؤولية كبيرة، الدولة اللي ما عادش فما أمن، البوليس سوا كي تمشي له وتجي تقول له دراشو يقول لك أنا خاتيني ولا ما عنديش بيدي ما عنديش شكون يحميني، دونك أنا ما نجمش نعمل حتى شيء. فهمتني؟ اللي قاعدين يمارسوا في البركاجات، فهمتني؟ يقول لك أنا تلزيت باش نبرك يا خاطر ما خدمتونيش، وكي تقول له تجي تخدم يقول لك أنا ما نخدمش نوعية تاع خدمة هذه. والمسؤولين البركاجات راهو فما شكون يعاون فيهم، حتى من القطاع الأمني يعاونوا فيهم ويسمحوا لهم، وقت اللي يحبوا يشدوهم يشدوهم، وقت اللي يحبوا يطفيهم عليهم الضوء يطفيوا عليهم الضوء. شنو الحل؟ الحل هاني قلت له في دكات في الجهود. فهمت؟ في التركيز على السبب، السبب اللي يخلي الظاهر هذه ماهيش باش تضمحل ولا تتنحى، امبوسيبل. إطار التربوي وللأسرة وللدولة، زادة حتى الدولة تحمل مسؤولية. علاش ما تدخلوش يخدم كي يلقى مورد رزق؟ ما هو باش يبعد على كل الحكايات الفارغه هذيك، الزطله ولا البركاج ولا كذا. فهمت؟ وكيما ما عندوش منين باش يجيب، حسب رايك شنو باش يعمل؟ بوه وامه يبدو زاد في حاله، منين باش يجيب؟ يولي يضطر يمشي يعمل حاجات مش باهيه، وهذيك هي سلسله ماشيه مع بعضها. دونك انا نحمل مسؤوليه للوالدين وللحاله للدوله، فهمتني؟ والاطار التربوي هذو مهم ثلاثة، وسيرتو الإطار التربوي، فهمتني؟ والدولة حمل مسؤولية الأكثرية للدولة، خدموا بشكل خبز تو يبطل ما يعملش هذيك، فهمتني؟ تو كي يلقى فلوس في مكتوب ويخدم وعنده شهرية وعنده كذا، علاش باش يمشي؟ يولي يخاف ويقول خويا أنا عندي منين؟ فهمتني تو؟ هي دونك كيما قبنين البيبان الكل مسكرة في وجهه باش يتكيف ولا باش يشرب قهوة ولا باش يمشي مع أصحابه ولا ما يلقاش منين، دونك هنا باش يمشي يضطر باش يولي يتبرك ويسرق وكذا.